ندخل إلى الموضوع مباشرة، حيث تمر مصر الآن بظرف تاريخي. أشكرك دكتور محمد البلدي على هذا اللقاء الخاص أولا، وأسألك مباشرة، هل لازلت مصرا على تنحي الرئيس مبارك عن السلطة في مصر الآن وتوا قبل البدء في يعني الإعداد لمستقبل مصر الجديد؟ أولا يا أسري أشكرك على تفضلك باستضافتي في هذا اللقاء في هذه المرحلة الفارقة كما يطلقون عليها يعني في مصر. المسألة باختصار يا أسري، هو الشعب يود بعد أن قام بهذه الثورة السلمية العظيمة في تاريخ لأول مرة في تاريخ أن يرى فعلا انتقال من نظام ديكتاتوري قمعي إلى نظام ديمقراطي. هذا النظام في نظر الشعب وليس في نظري أنا فقط، أنا أعبر أستطيع أن أعبر أقول عن ضمير كثير من أفراد الشعب المصري والشباب بوجه خاص، النظام فقد شرعيته، النظام فقد مصداقيته. هم يرون أن الرئيس مبارك هو المسؤول الأول والأخير، لأن هذا النظام كان قائم على شخص واحد، نظام قائم على نظام فرعوني كما أطلقت عليه. وبالتالي هم يرون أن خروج الرئيس مبارك خروج آمن وخروج مكرم كرئيس دولة مصر إلى التقاعد سيحل الكثير من المشاكل التي نراها اليوم، وسنبدا مرحله انتقاليه. وهذا هو ما زال راي الشباب المتظاهر في ميدان التحرير وفي كثير من مناطق مصر. امل ان يستجيب الرئيس مبارك وان يسمع مطالبه الشعب المصري، مطالبه كل العالم اليوم، والتي قالها بجميع اللغات وبجميع الاساليب، انه عليه مسؤوليه سياسيه، فقد شرعيته، فقد مصداقيته، ولا بد ان يغادر ويغادر باسلوب مكرم. يعني هذه ربما تكون لغه مختلفه قليلا عما كنت يعني تتمسك به قبل ذلك، ان يغادر باسلوب كريم، ويبدو ان الاسلوب الكريم تم التوصل اليه في دوائر مختلفه، خاصه من وجهه النظر الامريكيه، ان يبقى في السلطه حتى يتم الانتقال يعني السلمي بسلاسه. انا يا يسري لم أغير كلامي، بالطبع هو في نهاية المقام رئيس لجمهورية مصر، يجب أن يخرج بأسلوب لائق وكريم وبطريقة يعني ديجنيفايد ويبقى في مصر ويعيش في مصر. هذا نحن، وأنا قلت هذا من أول يوم، الشعب المصري، وأنا أعرف الشعب المصري وطبيعة الشعب المصري، الشعب المصري لا يود القصاص، يود أن يظهر للأمام. لدينا الكثير من المشاكل في كل مختلف مجالات الحياة، ويعني إذا أرى أن الرئيس مبارك عليه مسؤولية سياسية الآن وفي يده مفتاح حل هذه الأزمة، أن يتقاعد، حان الوقت لأن يتقاعد، وأن نبدأ. وفي نظر الشعب المصري سيكون هذا يعني دلالة حقيقية على أن هذا النظام قد سقط كما يقولون، وعلى أننا على مشارف نظام جديد مختلف تماما يقوم على أسس وركائز لا صلة لها بهذا النظام الذي قمع الشعب المصري، قتل الشعب المصري. أنا عندما اليوم أرى 307 من الشهداء الشباب الذي أرى صورتهم على الإنترنت، لا يمكن بعد هذا أن أقول أن هذا النظام يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر. نحن نتحدث إذن عن مفردتين، عن الرئيس مبارك كشخص، وقد تفضلتم بالحديث إلى عن يعني ضرورة أن يخرج بشكل مكرم، وعن مفردة أخرى هي النظام. والنظام يعني ربما يشكل تحديا أكبر بكثير، تغيير النظام في حد ذاته. النظام يا يسري، النظام كما تراه يتآكل، النظام يتبخر. يعني عندما الحزب الوطني بالكامل قياداته استقالت، عندما رأينا أن كثير من الوزراء قدموا إلى المحاكمة، عندما أنا أرى أن النظام صحيح توغل في كل مكان في مصر، وإنما النظام لا نجب أن نخدع أنفسنا، النظام كان قائم على الرئيس مبارك. عندما يتقاعد الرئيس مبارك سنستطيع أن ننتقل إلى مرحلة انتقالية. أنا في رأيي أنه مسألة أنه سيحدث فراغ هي دليل على نوعية هذا النظام. في أي نظام يغادر الرئيس، يموت الرئيس، رئيس الوزراء، الدولة قائمة والأشخاص إلى زوال كما يقولون. ليس لا يمكن أن يكون هناك فراغ. الرئيس مبارك ذكر أنه سيكون فراغ إذا تقاعد. يعني عفوا للمقاطعة، ماذا يعني تحديدا تغيير النظام؟ هل تغيير مجموعة من الشخصيات التي ارتبطت بالنظام، أم تغيير أركان النظام أساسا؟ على سبيل المثال، مدى يعني طبيعة ودور
المؤسسة العسكرية، إعادة صياغة الحياة السياسية بشكل كامل إلى آخر هذه الأمور، أين ترسم الحد؟ لا، النظام بالنسبة لي يا يسري هو أن ننقل هذا النظام من نظام فرعوني قامع للشعب ديكتاتوري إلى نظام قائم على المؤسسات، قائم على رئيس جمهورية سلطاته محددة، برلمان له سلطات المراقبة التي توجد في كل دولة ديمقراطية، قضاء مستقل، حرية الإنسان في التعبير والعقيدة ومن الخوف ومن العود. أنا أتكلم عن مؤسسات، الأشخاص دي مسألة فرعية تماما، من كان داخل النظام الحالي وإذا ما كان يمكن له أن يستمر هذه مسألة فرعية، إنما التغيير هو تغيير من أن يكون الإنسان المصري كما ذكرت من قبل عبدا إلى أن يكون حرا، من أن يكون الحاكم هو الفرعون إلى أن يكون الشعب هو السيد والحاكم. يعني التغيير هو تغيير جوهري في 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 أسلوب في أسس النظام، الأشخاص ليست هي في الهبة الأولى على الإطلاق. طيب، أريد أن ألقي نظرة على الموقف الأمريكي الذي يبدو أنه يعني تشجع عند نقطة محددة وبدأ يعني لم يقولها صراحة، ولكن كان يوحي بأن ربما يكون من الأفضل لمصر الآن أن يترك الرئيس مبارك سلطاته فورا. ثم سمعنا بالأمس عن تصريحات للمبعوث الأمريكي فرانك ويزنر يقول بالتعبير الحرفي الرئيس مبارك ينبغي أن يبقى في السلطة حتى يتم الانتقال بشكل سلس. الموقف الأمريكي تأرجح في المدة العشر الأيام الماضية، وإنما يا يسر يمكن أن أبدأ يجب ألا نعول على الموقف الأمريكي وعلى الموقف الأوروبي، والتغيير سيتم بأيدي المصريين ولأجل المصريين. العالم من حقه أن يتعاطف مع يعني مشكلة الشعب المصري في ما يراه على شاشات التلفزيون من قتل وتعذيب. صحيح، عفوا للمقاطعة مرة أخرى، ولكن يبدو أن النظام في مصر على الأقل بشكل تقليدي وتاريخي يعني يستمع إلى واشنطن، ولدى واشنطن كثير من الأوراق كي تضغط بها على النظام في مصر. للأسف نحن وصلنا إلى فقدنا جزء كبير من استقلالنا يا يسري، إلى أصبحنا كما الشعب المصري يرى أن أمريكا هي المحرك وأن الدول الأوروبية هي المحرك. هذا جزء من مشكلتنا، إنما عندما نستعيد استقلالنا سيكون مفتاح الأمور بيدنا. وإنما أرجع لك للموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي كان يعني دائما وراء سرعة الأحداث، الأحداث تطورت بسرعة كبيرة. عندما ذكرت السيدة هيلاري كلينتون من أسبوع أنها تعتقد أن الحكومة المصرية مستقلة، خرجت أنا على شاشات التلفزيون ويعني ضحطت هذه الحجة وقلت أن بأي معيار مصر ليست دولة مستقرة، إنما غيرت موقفها بعد يومين عندما رأت المظاهرات الحشيدة في الشعب وقالت أننا نفهم المطالب المشروعة للشعب المصري. بعد ذلك تقدم الموقف وقال الرئيس باراك أوباما أن الرئيس مبارك يجب أن يتصرف كرجل دولة، وأن التغيير المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ على الفور. يعني قالوا بشكل صريح الآن أنه الرئيس مبارك يجب عليه أن يتقاعد، نفس الكلام صدر من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي. إنما المبعوث الأمريكي ذكر كلام أمس أنه الرئيس مبارك يجب أن يبقى، ومع ذلك بعدها مباشرة تحدث البيت الأبيض وذكر أنه لا يعبر عن رأي البيت الأبيض، وأعتقد أنه تم تنحيته عن منصبه كمبعوث لمصر. بالحديث عن الاستقلال يذكرني ذلك بمقولة قالها عالم اللغويات الأمريكي الشهير والمفكر والناقد للسياسات الأمريكية والإسرائيلية الشهير نعوم تشومسكي، عندما قال ليست الأصولية الإسلامية هي ما تخشى الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع، وإنما الاستقلال. بالضبط كده، وإلا قاله نعوم شومسكي، قاله مايكل مور المخرج كذلك الأمريكي الشهير، قاله هم لا يخشون الأصولية الإسلامية، يخشون أن تكون الدول العربية دول مستقلة وصاحبة القرار. وهذا هو جزء من مشاكلنا، عندما تكون كل مصري وكل عربي متعلم قادر على الفهم، له قادر على صنع العلم، قادر على الإضافة إلى الحضارة الإنسانية كما ذكرت أمس كذلك، ستكون إسرائيل المشكلة كلوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك الرصيد من العالم العربي بأن يفاوض
بتوازن قوة لقضاياها والتي أصبحت للأسف ليس فقط قاصرة على فلسطين وإنما تمتد إلى العراق وتمتد إلى الصومال وإلى اليمن وغيرها من المشاكل المتردية التي يعيشها العالم العربي اليوم. السؤال دكتور في هذا الإطار إذن، هل سيسمح لمصر فعلا بكل ما تمثله من ثقل ويعني محط مصالح دولة عظمى كالولايات المتحدة ودولة أخرى يعني يسودها القلق الآن هي إسرائيل، أن تصل بالفعل إلى درجة من الاستقلال يمكن أن تؤثر على تلك المصالح؟ السؤال يا يسري سأعيد صياغته، هل يمكن أن يسمح لمصر؟ وإنما أقول هل ماذا تستطيع مصر أن تفرضه على العالم من تحديد لمصالحها القومية والوطنية؟ وهذا يتحقق عندما تكون مصر ليست قائمة على أفراد وإنما قائمة على مؤسسات، 85 مليون شعب مليون مصري متفقين على مصالحهم القومية ومصالحهم الوطنية. كل الخدع التي قام بها النظام أن إذا غاب هذا النظام فسيأتي نظام إسلامي متطرف، الخدعة الأخرى أنه إذا غاب النظام فستكون هناك الفوضى في مصر، الخدعة الأخرى أنه إذا غاب النظام ستتحول مصر تلقائيا إلى عدو للغرب وعدو لإسرائيل. هذه كلها مسائل يعني تحتاج إلى مناقشة، إنما هذه كلها لكن هو احتمال أيضا دكتور بدون مقاطعة مرة ثانية، يعني هذا الصباح رئيس إسرائيل شيمون بيريز عبر عن قلق شديد ومن خشية أن إنه إذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية في مصر فربما يؤدي ذلك إلى صعود الإخوان المسلمين ولن يكون ذلك شيئا جيدا على حد تعبيره فيما يخص السلام. أنا لا أعتقد أن الإخوان المسلمين هذه كذلك سيصعدون إلى الحكم. الإخوان المسلمين ذكروا لي وذكروا علانية أنهم لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية حتى يطمئن الشعب المصري في المرحلة الحادية، لن يقدموا أكثر من 30% لانتخابات مجلس الشعب. الإخوان المسلمين ليسوا أغلبية في الشعب المصري. الإخوان المسلمين ذكروا ويذكروا أنهم مع دولة مدنية، أنهم لا يودون حزب ديني، أنهم يودون العمل في إطار دستور يقوم على الدولة المدنية وعلى المساواة بين كافة المصريين مسلمين وأقباط، ولذلك الكثير يتشكك في مصداقيتهم. أنا أقول لابد أن نقنن هذا في الدستور الجديد الذي سنتفق عليه معا جميعا كمصريين. فإسرائيل بالطبع تخصم من مصر دولة ديمقراطية، لأن مصر دولة ديمقراطية ستكون دولة قادرة وستكون تتعامل مع إسرائيل على قدم المساواة. هذا ما تخشاه إسرائيل وهذا ما يخشاه الغرب، أن ستتحول مصر ومعها العالم العربي إلى 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 قوة تستطيع أن تقف معهم على قدم المساواة، ولا تقول لهم ما ستقدمون لي من فتاة، وإنما هذه مصالحي ويجب أن أحققها. وهو ما يقودني إلى حقيقة يعني أن البعض اندهش قليلا من أن يعني يصل يعني شخص بارز ومحترم زي حضرتك معروف عنه أنه ليبرالي ويؤمن بالدولة المدنية يدخل في شبه تحالف مع الإخوان المسلمين. هذا يعني هذا يسري غير صحيح، هذا جزء من يعني أود أن أبدأ وأقول لك أننا إلى عام 2006 حينما حصلت من الرئيس مبارك على قلادة النيل وهي أعلى قلادة في النيل وموجودة في منزلي يذكر فيها في حيثيتها لما قدمت من جليل الأعمال للإنسانية. عندما بدأت سنة 2009 وذكرت ببساطة أنني لا أود أن أرى بلدي في الوضع الذي هي فيه، أود أن أرى بلدي حرة مستقلة قائمة على العدالة الاجتماعية. انطلقت أبواق الإعلام الذي تشبهني بالإعلام النازي والإعلام الفاشي في لم يذكروا لي أو يناقشوا معي أي من هذه المطالب لمدة عام، وإنما أصبحت أعمل مع إيران، أعمل مع الولايات المتحدة ضد الإسلام، مع الإخوان المسلمين. هذا للأسف هذا يعكس حالة النظام. أنا لم أدخل بالطبع في تحالف مع الإخوان المسلمين، أنا أقف على نفس المسافة من كافة أفراد الشعب المصري. كان معي أعضاء الحزب المركزي المصري وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين والليبراليين. أنا ما أقوله أن نحن في هذه المرحلة لابد أن نجتمع جميعا كشعب مصري نتفق على شيء واحد فقط، وهو أننا يجب أن يكون هناك نظام ديمقراطي يكون لكل شخص فيه القدرة على الحكم
وعلى المشاركة، ونترك للشعب في النهاية الحكم في إطار دستور به خطوط حمراء كما في كل دولة. لا يمكن أن يقوم هناك حزب فاشي، حزب ديني، تفريق بين المواطنين على أساس العقيدة، كل هذا يجب أن نتفق عليه. الإخوان المسلمين يعلمون جيدا أنني هم وأنا نختلف عقائديا في الكثير من الأمور، وأنا شخص ليبرالي كما ذكرت، هم شخص لهم مرجعية دينية محافظة، إنما لا هم جزء من الشعب المصري، لا يمكن أن أقول عليهم أنهم جماعة محظورة. يعني المضحك أننا بعد عندما هب الشعب المصري بالملايين في الشارع، أصبحت أرى أن المطالب التي كنت أطالب بها منذ عام من تعديل الدستور، الرقابة القضائية، أصبحت مطالب شعبية مشروعة. أصبحت أرى أن جماعة المحظورة تحولت بين يوم الليلة إلى جماعة يتفاوض معها اليوم السيد نائب رئيس الجمهورية. والسؤال الذي أسأله، لماذا هذه العنجهية؟ لماذا هذا الرفض لمطالب الشعب؟ ولماذا تنتظر حتى يهب الشعب وينطلق في ثورة عظيمة؟ عندما تتذكرون بين يوم وليلة أن مطالب الشعب مطالب مشروع، كان يمكنكم أن تتجنبوا هذا إذا استمعتم إلى 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 الشعب المصري في مطالب المشروع. وإنما للأسف اضطر الشعب المصري أن يلجأ إلى الثورة. ومع ذلك عندما الآن لجأنا إلى الثورة، تسألني لماذا يتقاعد الرئيس مبارك؟ لأننا لم نرى منه أي مصداقية. المسألة اليوم يا يسري هي مسألة مصداقية. عندما كان يتكلم السيد نائب رئيس الجمهورية ويقول أننا نفرج عن كافة المعتقلين السياسيين، في نفس الوقت الذي اعتقلوا فيه 9 من الشباب الذين جاءوا لمنزلي للتحدث معي، وهم أطباء ومحامين ومهندسين، وعندما أرى السيد رئيس الوزراء يقول أننا اعتقلناهم لأنهم خرجوا من شخص بيت رجل نحن لدينا قلق منه. يعني أوجه له، أقول له إذا كنت أنت لديك قلق مني، الشعب لديه قلق منكم جميعا كنظام، الشعب يريد إسقاطكم. وهذه تعكس نفس العقلية العسكرية السلطوية والتي نود بالضرورة أن نغيرها. ولذلك المصداقية ما زالت مفتقدة. عندما وأنا كذلك أذكر أنه لا يجب أن يتم التغيير على يد المؤسسة العسكرية فقط، رئيس الجمهورية ما زال يأتي مؤسسة عسكرية، نائب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية، رئيس الوزراء من المؤسسة العسكرية. يجب أن تكون هناك مشاركة مدنية حقيقية في تلك المرحلة. نود الجيش أن يحمي هذه الديمقراطية الناشئة، وإنما لابد أن تكون هناك مشاركة من الشعب المصري والمدني. ولذلك أنا أقترح أن يكون هناك، وأقترحت منذ بداية هذه الثورة، أن يكون هناك مجلس رئاسة من 3 أفراد تشارك فيه المؤسسة العسكرية ويشارك فيه المدنيين، ووزارة تصريف أعمال، وزارة من تكنوقراطية قائمة على أشخاص لا صلة لهم بالسياسة، وإنما شخصيات يعرف الجميع أنهم لهم مصداقية، أنهم لهم خبرة. وننتقل إلى لمدة عام إلى خطوات اللازمة لانتخابات ديمقراطية وانتخابات برلمانية. ننسى الدستور الموجود حاليا، ننسى مجلس الشعب، نحل هذا كله، نقوم بإعلان دستور مؤقت يكفل لنا حرية الحركة. لا يمكن أن نلجأ إلى الديمقراطية من خلال دستور ديكتاتوري، دستور يعني لا يساوي قيمة الورق التي كتب عليها. هذا ما فعلته ثورة 52 وما فعلته كل الثورات هذه، وهذه بالثورة، الثورة ليست ثورة عسكرية، ثورة شعبية، وباسم هذا الشعب نستطيع أن نقوم بهذا وننطلق. في غير هذا نكون ما زلنا هناك الفجوة من المصداقية بين الشعب وبين هذا النظام أو أشخاص هذا النظام. في إطار ذلك يا دكتور، هناك نقطة فيصل من البداية، يبدو أن يعني الشارع المصري منقسم حولها. نبدأ الحوار الآن ونبني على ما لدينا من مكاسب، أم كما يعني لا يزال كثير من هؤلاء إن لم يكن كلهم المعتصمين في ميدان التحرير مصرين لا حوار إلا قبل أن يتقاعد الرئيس؟ يسري، كذلك هي ترجع في الأساس ليس للشخص وإنما للمصداقية. عندما قام الرئيس بإلقاء خطابه الأول كان خطابا، أستطيع أن أقول خطاب كأنه لم يحدث شيء في هذا البلد، وقال سأغير الوزارة، وأتى بالوزارة هي نفس وزارة الحزب الوطني الأول. بعد ذلك استمرت ثورة الشباب، وكل ما ذكروا هو أننا سنغير المادة 76 و77 والسماح
للمستقلين وغيرهم بالترشح. عندما ازداد الضغط ذكروا أنه يمكن أن 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 أن, أن نتكلم عن المادة 88 وهي الإشراف القضائي. عندما زاد الضغط ذكر نائب الرئيس أنه ابن الرئيس لن يترشح. يعني عندما زاد الضغط حلوا الهيئة العليا للحزب. هذا تصرف نظام لا يعكس أنه فعلا مقتنع بأنه حان الوقت لنقلة نوعية كما ذكرت يسري من نظام قمعي إلى نظام يفهم مطالب الشعب والتي تكلمت عليها المعارضة منذ سنوات وحددناها وطلبنا بها ووقعنا مليون بيان وكل هذا ما زالت هي المصداقية. ليست هناك لن ما تقول أنه نرضى بالقليل، لن على أعتقد أن الشعب المصري يرضى بالقليل، هذه ثورة. لكن هناك مكاسب كثيرة يا دكتور، مكاسب كثيرة ولكنها مكاسب غير كافية. مكاسب أنا أراها أنها مكاسب تمثل جزء، قد تكون وأنا لا أدخل في نواياهم، قد تكون جزء من خدعة. أين حق تكوين الحزب؟ لا دي كلمة يعني قد تكون جزءا من خدعة، قد تكون جزءا من خدعة، وهذا هو ليس رأيي فقط ورأي الكثير، أنه لا النظام يود أن يتمكن مرة أخرى ويعود لممارسته. أين حرية تكوين الأحزاب؟ لم أسمع أي شخص يتكلم عن حرية تكوين الأحزاب. ما زال لابد أن تنتظر وتذهب إلى صفوة الشريف والذي ذهب ويعني وتغير إنما بديله لتطلب منه أن تشكل حزب لتحل محله أو لتزيح عن الحكم. أين الحديث عن قانون الطوارئ؟ أين الحديث عن حق المصريين في الأستاذ صفوت الشريف هو ترك الحزب الوطني بديله. أو أترك الحزب الوطني لكن لا يزال يعني مشرفا على لجنة الأحزاب، لا يزال مشرفا، لا يزال في لم نسمع شيئا يعني يفيد لم نسمع شيئا في مسائل جوهرية في صلب الموضوع. الرقابة الدولية، اللجنة قضائية مستقلة للإشراف على انتخابات، حق تكوين الأحزاب بالإختار من اليوم، الغاء القانون الطوارئ، الرقابة القضائية، كل هذا يدعوني إلى ويدعو الكثير إلى التفكير، هل نحن في محاولة لإجهاض الثورة أو نحن في محاولة حقيقية من ما تبقى من هذا النظام الذي ذكرت أنه يتبخر أن يحاولوا أن يعني يعيدوا بناء ترتيب بيتهم مرة أخرى ويعودوا مرة أخرى للانقطاض على الشعب المصري. ولذلك الشعب المصري والشباب على سبيل لا أستطيع أن أتحاور معه وأتكلم مع كثير منهم، الشباب ليس لديه المصداقية في أن هذا النظام صادق في ما تعهد به، ولذلك هم يطالبون بتقاعد الرئيس مبارك خطوة تدل على أن هذا النظام قد وصل إلى القناعة أنه لا سقط ولا بد أن نحل محله نظام آخر قائم على مؤسسات وأشخاص مختلفة بالكامل. طيب في نفس الوقت دكتور، من الواضح للجميع شتات المعارضة سواء كانت رسمية أو شعبية، كثيرون بدأوا الحوار الآن مع من يمسكون بمقاليد الأمور وعلى ومن أبرزهم على الأقل نائب الرئيس اللواء عمر سليمان بما فيهم الإخوان المسلمون، اجتمعوا اليوم. أيوة. يعني هل هذا خبر جيد أم سيء من وجهة نظر؟ أعتقد أنه خبر جيد، أنه هؤلاء ممثلين النظام يتصلوا بكافة فئات الشعب المصري، وكما ذكرت الأخوان المسلمين جزء من الشعب المصري 20% 25%، إنما هم جزء مؤثر في الشعب المصري ولا يجوز. وأعتقد أنه سيسمع منهم كما أعرف نفس ما أذكره لك، أنه هناك لابد أن يكون هناك مصداقية يظهرها هؤلاء ممثلين هذا النظام حتى الآن في أن هناك تغيير حقيقي وليس تغيير شكلي أو إضافات. يعني عندما أسمع أن ممثلين النظام ورئيس الوزراء يذهبوا إلى ميدان التحرير ويطلبوا من كل من يروه أن يأتي للتفاوض، هذا ليس الأسلوب لإدارة الدولة ولا أسلوب. عندما أسمع أن رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء يقولون أننا لا نعلم من الذي قام بالقتل والنهب في أتساءل هل هناك من يحكم البلد في الوقت الحالي؟ يعني هناك يعني هم يعني البعض ممكن يقول يعني احنا بنحاول اهو نوصل ونفهمهم ويعني نزل المشير للميدان ودكتور احمد شفيق يعني يبدي بعض الكثير من التفاهم في الواقع لوجهة نظر الشباب الى اخر هذه الامور، ومدحهم اللواء عمر سليمان يعني بصرف النظر على انهم مدحهم وكان يعني يعذبهم ويقتلهم منذ شهر، يعني
بصرف النظر عن مصداقية هذا وكيف أتى هذا التشجيع والتفاهم للشباب، بصرف النظر عن هذا وكيف أتى وتحت ضغط من الشباب ومن الشعب المصري. إنما تقصد النظام بشكل عام الذي كان يعذبهم، مش تحديدا النائب عمر سليمان. لا لا، النظام طيب. النظام بشكل عام، إنما وكل شخص في النظام مسؤول عن هذا، مسؤولية سياسية ومسؤولية يعني مسؤوليات أخرى. إنما أتكلم على أنهم إذا أرادوا فعلا أن يكونوا هناك تغيير حقيقي، فلابد أن يكون هناك مشاركة حقيقية خارج المؤسسة العسكرية و خطوات محددة تظهر للشعب المصري يا يسري أننا ننتقل كما مثل إذا تكلمنا عن فرنسا من الجمهورية الثالثة إلى الجمهورية الرابعة، يعني نظام جديد مختلف لا صلة له بالماضي، عفى الله عما سلف من تعذيب وقهر للشعب المصري، دعنا ننتقل إلى مرحلة أخرى يكون فيها لكل مصري، 42% من الشعب المصري الذي يعيش تحت خط الفقر، 28% من الشعب المصري الذي لا يقرأ ولا يكتب. عندما تكون مصر اليوم في قائمة الدول الفاشلة، يعني هذا لو أنا، وأنا ذكرت هذا قبل ذلك، لو أنا في مكان الحزب الوطني لقلت لقد حاولت لقد فشلت، أنا الأوان لكن أرحل وأترك الفرصة لمجموعة أخرى من المصريين لتحاول لتنقذ هذا البلد. اليوم يعني بدأت الحياة تعود إلى شيء من الطبيعية مع فتح المصارف ومصالح الحكومية، وبدأت السيارات تعود إلى الشارع مرة أخرى، يعني مرة أخرى، هل هذا خبر جيد أم سيء؟ لا، هذا خبر طيب، لأنه كانوا يستعملون كما رأيت النظام يستعملون هذا كحرب استنزاف ليقولوا لما يطلقون عليهم الأغلبية الصامتة. وبالطبع المصري يود أن يعمل، يود أن يكسب قوته، هناك الكثير من المصريين يعملون أعمال يومية ويحتاجون إلى مواد أساسية، وكانت هذه وسيلة ضغط على النظام، ولا أعلم كذلك عمليات النهب والسلب التي تمت والتي ذكر أنها كانت من جانب النظام للإيحاء بأن سيكون هناك حالة فوضى في إذا ما غادر الرئيس مبارك، وهي طبعا أمر لا صلة له بالواقع في شيء. إنما فتح عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى هي أمر طيب، الناس تود أن تأكل وأن تذهب إلى أعمالها، وإنما الثورة لم تنتهي. ما لم نرى تغيير حقيقي، تغيير صادق في مؤسسي وليس فقط من أشخاص، ومشاركة حقيقية من الشعب المصري المدني، والجيش جزء من الشعب ونقدره ونحترمه لأنه جزء مهمته حماية مصر وليست إدارة مصر. لابد في نظام ديمقراطي أن نرى المدنيين في مقدمة الصدارة. ما لم نرى هذا فتستمر المتظاهرات وتستمر الاعتصامات يسري، كما ترى هناك يوم مظاهرة، يوم الأربع مظاهرة أخرى، يوم الجمعة مظاهرة أخرى، يعني هذا أسبوع الصمود كما يطلق عليه أسبوع الصمود. أنا أرى أنظر في أعين شباب المصري النهار وأرى مصريين مختلفين، وأنا لا أبالغ في هذا، المصري الخانع اليائس الذي فقد الأمل في الحياة، أرى اليوم في عينيه عندما ذهبت إلى مدينة التحرير وعندما يجيئون إلي في اليوم، أرى مصري استعاد ثقته بنفسه لأول مرة، يحس بأنه حر وأنه له كرامة وأنه يحترم كإنسان. هذا لا يمكن العودة مرة أخرى، يجب أن يفهم النظام أن هذا الماضي لا يمكن بأي حال من الأحوال، وإذا أرادوا ألا ندخل في مرحلة من العنف فيجب أن يسرعوا في الفترة الانتقالية، وكما ذكرت بمشاركة المجتمع المدني، مشاركة المصريين، حكومة انتقالية لها مصداقية، وتقبول كل مطالب التي يطالب بها الشعب المصري. إنها ليست هذه قابلة للتفاوض، عندما نقول حرية تكوين الأحزاب كيف تتفاوض في هذا، حرية تكوين الصحافة كيف تتفاوض في هذا، ممكن أن تتفاوض على التوقيت وإنما ليس على المبدأ يا يسري. الوقت في صالح من؟ الوقت بالطبع في صالح الشعب المصري، لا 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 محالة في هذا. عندما ترى تنازلات النظام، وأنا أطلق عليها تنازلات لأني كنت أتمنى أن يأتي بها من تلقاء نفسه وعن طريق قناعة، وإنما هي تنازلات نتيجة ضغط شعبي. كل يوم نرى أخبار يعني أكباش للفداء تقدم على قرابين محاولات البقاء في الحكم، إنما الوقت في صالح الشعب. أنا أرى هذا الشباب يقول سنموت كما يموتون في المراكب التي تحاول المغادرة إلى أوروبا، لأن بالنسبة لهم الحياة بالوضع الحالي لا تستحق الحياة، وهم سيستمرون في صمودهم حتى يحققوا حريتهم، وإنما إذا رأوا أن النظام يحاول الالتفاف عليهم ما أخشاه
أنه سيلجؤون إلى أساليب من العنف، ولا يجب ولا يمكن لأي مصري أن يتمنى أن ننزلق في هذا. أسوأ مما حدث؟ بكثير، أسوأ مما حدث بكثير، لأنه ستكون فعلا ثورة غضب حقيقية، ثورة التفاف على ملايين الشعب المصري الذي خرج يطلب حقه في أن يكون يعامل كحر كريم، وأن يكون له حقه في أن يعيش مثل باقي العالم، وأن نلحق بركب الحضارة. نحن تخلفنا يا يسري عن ركب الحضارة، نحن أصبحنا عبئة على العالم، أصبح العالم يضحك علينا. عندما ترى كافة المحطات الأجنبية اليوم، يعني نحن في وضع مأساوي الوضع الحالي. لكن في نفس الوقت دكتور، يزيد الضغط من ناحية أخرى، ناحية ربات البيوت، أخواتنا، أهالينا، حتى اللي شغالين في الحقول، في يعني الشعب المصري في مجمله بدأ يشعر بعضة توقف الحياة، بدأ يوجه بعض من اللوم إلى هؤلاء الذين يعطلون الحياة ويقفون حجر عثرة في الطريق في ميدان التحرير أو في غيره من أماكن، وكل هذا أيضا يلعب في لصالح النظام. وإنما لذلك كما ذكرت يا يسري، عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي هو أمر جيد، لأننا نود أن كل ما تتكلم عنهم يكون لهم، يستطيعوا أن يعودوا مرة أخرى إلى عملهم، يستطيعوا أن يكسبوا رزقهم، يستطيعوا أن يطعموا أولادهم، وهذا أرجو أن لا يستعمل النظام هذا، لأن أنا رأيت كثير كذلك واستمعت إلى كثير يزدادوا غضبا. هم يعلمون أنهم يعني أن النظام يستعمل هذا كأداة ضغط على شبابهم هو أولادهم، وإنما يعلمون كذلك أن أولادهم والذي ضحوا بحياتهم هما يضحوا بحياتهم في سبيل أن يسترد كل مصري بما فيهم ربات البيوت، بما فيهم الفلاح، بما فيهم العامل الذي حد الأدنى للأجور له 35 جنيه حتى الشهر الماضي، حق العامل في أن يكون له نقابة مستقلة وأن يعبر عن رأيه بحرية الكلام. الجميع لديهم يعني غضب كامن في داخلهم لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وأرجو أن تفهم الحكومة أنها إذا استمر قمع هذا الغضب أو الالتفاف حول هذا الغضب سنرى ليست ثورة سلمية كما قال الرئيس كينيدي، إنما إذا قمعت ثورة سلمية فلا محالة من أن تكون هناك ثورة دموية، فأأمل أن نتجنب هذا. أريد أن أتحدث عن شخصكم قليلا في إطار، يعني أعود بالزمن قليلا، عندما عدت إلى القاهرة العودة الأولى الشهيرة محمولا على الأعناق، منتظرا من كثير من قطاعات الشعب المصري أملا ويعني حلما جديدا كان يؤمل أن يغير الكثير في يعني ركود الشارع السياسي في مصر، وردت الفعل التي وصفت بعد ذلك من قبل كثيرين حتى من داخل النظام بأنها لم تكن موفقة، بل اتسمت حتى بالغباء يعني على حد تعبير الكثيرين، مما زاد من شعبيتك. لكن بعد ذلك يعني حس كثيرون أنك ابتعدت وجلست في الخارج ولم تشارك في الواقع في التمهيد لهذا البخار الذي انفجر فجأة ولا يزال معنا في ميدان التحرير. هذا يمكن هناك عندما عدت أنا لي رؤيتي يا أسري، ولي رؤيتي في كيفية التغيير وفهمي لرؤية التغيير، وكيف أن وجدت شعب يائس خائف لا يفكر في خارج قوته اليومي، كيف أن أفهمه أن حياته مرتبطة بالديمقراطية، وحياته مرتبطة بالحرية، وحياته مرتبطة بالتعاطف الخارج معنا في محنة الشعب المصري. أستطيع الرد يعني باختصار أنه إذا رأيت مصر عندما عدت في فبراير 2010 ومصر في يناير 2011، أستطيع أقول أننا نجحت تماما. أنا كنت أود، هل كان يتصور شخص أنه في 11 شهر تنتقل مصر من المرحلة التي كنا فيها إلى 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 الثورة العظيمة التي قمنا بها؟ قمنا في هذا بتعبئة الشعب المصري بمليون توقيع، قمت بالحديث في داخل مصر وخارج مصر عن أهمية الحرية والديمقراطية كمدخل للعدالة، العدالة الاجتماعية. هناك تعاطف من كافة أجزاء الشعب، كافة أنحاء العالم على مع التعاطف مع الشعب المصري. قلت لمصر، للمصريين، أنكم أنتم الذين يجب، كانوا هم ينظروا إليها كمخلص، وكانت هذا بالطبع ما أود الرسالة التي أنقلها إليك، لن أكون مخلصا لكم، أنتم ستكونون المخلصين لأنفسكم. التغيير سيأتي على هذا الشعب، وقد تحقق هذا في 25 فبراير. قلت لهم عندما تكون هناك مظاهرة
ربع مليونية ستكونوني معهم وقد كنت معهم فيه عندما قامت هذه المظاهرة. كلام جميل، لكن يبقى أن المشكلة الأساسية الآن التي من الواضح أن النظام أيضا يحاول استغلالها لصالحه، أنه لا يوجد يعني عنوان محدد لما حدث في 25 يناير، أين يتم التوجه لي؟ هناك يعني كوكبة مختلفة منتشرة، أحزاب سواء رسمية أو محظورة، هناك قوى شعبية جديدة، هناك مبادرات حتى الحكماء وغيرها، لكن لا يوجد عنوان محدد، وهذه بكل تأكيد بإجماع الكثيرين نقطة ضعف يمكن أن تستغل. أنا أحاول أن أعيد، يعني خليني أعيد صياغة السؤال، لو هل الدكتور محمد البلدي نادم على أنه لو كان استمر في القاهرة وشارك أكثر على أرض الواقع لربما كان يعني بدون جدال رأس الرمح لما يحدث الآن في مصر؟ لا أعتقد هذا يا يوسف، لأن نتيجة بعد 60 عاما من نظام قمعي المعارضة المصرية في حال تشرذم كامل، رأيت هذا بعد عودتي بيوم واحد، أن هناك معارضة متشرذمة. المعارضة المتشرذمة ستستمر متشرذمة، وإنما أنا أحاول بقدر الإمكان، ولذلك أنا ما قلت حزبي هو الشعب، حزبي هو الشباب، وكان هذا هو صحيح، ما قام به الثورة هو الشباب. الشباب هم النهاردة رأس الحربة في هذا، الشباب، وأنا ما زلت أؤمل وأعتقد أن التغيير سيأتي على رأي الشباب. للأسف النخبة، ما نطلق عليها النخبة كانت متقاعسة منذ يوم أن دخلت مصر وحتى اليوم، جزء منها استقطب من جانب النظام في مقابل فتاة رمي إليهم، جزء منه عاش في مرحلة نظام قمعي وبالتالي أصبح ينظر إلى أنه خائف على أولاده، خائف على البيت الذي اشتراه. فيعني رأيت أن إذا كان هناك تغيير في مصر لابد أن أراهن على الشباب والشباب فقط، وقد تحقق هذا. أنا ما زلت أعمل، من يرى رؤيتي في التغيير أهلا به، من يرى له رأي مخالف أهلا به، هذا هي بداية الديمقراطية يا يسري. إنما أنا أرى أن النظام لا يستطيع أن يتقبل، ولذلك هذا يعني عندما ترى كل يوم لا يمكن يمر يوم بدون 2-3 مقالات هجوم علي بشكل أو آخر، لا يستطيعني أن يتقبلوا أنني هو ليس أود أن أتكلم عن نفسي، أن الشعب المصري تغير نتيجة أنني أفهمت هذا الشباب، أضأت له الطريق وقلت له أنت الذي يجب أن تسير في هذا الطريق. ولذلك أنا كما نرجع إلى اليوم هناك توافق تام في المطالب الأساسية، يعني لا أعتقد أن هناك اختلاف ما بين حتى الأحزاب وما بين الأخوان المسلمين وما بين الشباب في المطالب الأساسية. مطالب الأساسية أنه انتقال سلمي للسلطة يشارك فيه الشعب ويتقاعد فيه الرئيس مبارك، وليس ولا يقتصر على المؤسسة العسكرية، وحكومة انتقالية تضمن للشعب أن ينطلق في انتخابات حرة نزيهة، وبعد ذلك قرر الشعب ما يرى. أنا أعتقد أننا على الطريق السليم، لا يجب أن يكون رأس حربة واحدة يا يسري. برضو أنا لا أود أن أعود مرة أخرى أن نحل دكتاتور بدكتاتور، أنا أود أن أرى أن مصر تنتقل من مؤسسات إلى مؤسسات، أود أن أرى اليوم الأحزاب تنتشر وتعمل وتقوى، إعلام حر مستقل. مصر كما أنت عشت في لندن وتعلم، ليس هناك رأس حربة في دولة ديمقراطية، هناك قيادات والشعب الذي يقرر في النهاية. هل أنت على استعداد إذن لأن تتحدث بخصوص هذا مع نائب الرئيس مثلا؟ أنا مستعد أتحدث مع أي شخص يود التحدث معي، وأنا كما ذكرت أتحدث مع الإخوان المسلمين، أتحدث مع الحزب الماركسي، أعتقد أن سأستطيع أن أتحدث. هل اتصل بك؟ لم يتصل بي، وإذا اتصل بي سأتحدث معه، وإنما سأقول له بالضبط ما أقوله لك يا يسري على 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 أنا ما أتحدث منه به في داخل الغرف المغلقة، أتحدث به في وهل تتوقع دعوة منه في ظل هذا ما تفضلت؟ كما سمعت أنه لا يود الحديث إلي، وهذا متروك له، وإنما هو كما ذكرت لا يجب أن يكون هو الذي يقوم بحركة التغيير، يمكن أن يكون جزءا من حركة التغيير، إنما لا يجب أن يكون هو جزء من حركة التغيير، يجب أن يكون حركة التغيير التي تكون لها مصداقية بمشاركة كاملة من جانب الشعب المصري،
المدني. إنما سنرى الأيام القادمة ما ستأتي به الأمور، الأمور تتغير كل يوم يا يسري، ولا وإنما سواء تحدث معي أم لم يتحدث معي هذا لن يفرق الكثير، لأني أنا دائما أقول محمد البرادعي ليس شخص، محمد البرادعي فكر، وفكري سأستمر أتحدث عنه داخليا وخارجيا حتى أنا ذكرت اليوم أنني سأستمر أود أن أستمر في موقف المراقب حتى تنتقل مصر إلى النظام الذي كنت أتمنى أن تكون فيه بلدي منذ سنوات طويلة. إذا حققت هذا حققت آخر أمل في حياتي أعتقد يا يسري. طيب دكتور، يعني البعض يقول ربما تكون لديهم يعني وجهة نظر تستحق التناول، ويعضدها بعض الإحصاءات اللي ذكرتها، يعني نسبة الأمية، مدى الوعي، اللحظة الزمنية التي نحن فيها الآن على الأقل مقارنة بشعوب أخرى في مناطق أكثر تقدما، أن الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية بالمعنى الغربي لها، ربما لا يمكن تطبيقه حاليا في مصر، وربما يكون من الأفضل أن نبدأ في تفكيك بعض المفردات التي تندرج تحت هذا المفهوم الكبير ونبدأ بها، يعني خطوة خطوة. يعني برضو هذه أحد يمكن أن يكون، ولا أقول أنه الديمقراطية هي المثال الغربي فقط، أنا يعني أعطيك مثال الهند، وأعطيك مثال البرازيل، وأعطيك مثال جنوب أفريقيا، هذه الدول ليست غربية. عندما أرى الهند وعظمة الديمقراطية فيها، وكيف أن الناس الحفاة في الهند أسقطوا الحكومة مرتين بما فيها حكومة أندينا غاندي لأنهم لم تصل إليهم مطالبهم المشروعة، الكلام أننا لنا خصوصيتنا، هناك مؤامرات أجنبية مستهدفين، لا بد أن الديمقراطية تسير بطريق مختلف، كل هذا في رأيي الشخصي يا أسري عبث. الديمقراطية معناها حرية الإنسان، العدالة الاجتماعية، برلمان يمثل الشعب، رئيس له سلطات محدودة، سلطة قضائية مستقلة، شفافية، نزاهة. عندما يكون هناك برلمان مصر الآن لا يعرف موارد مصر، لا يعرف موارد مصر، هناك جزء كبير من الميزانية لا يدخل على الإطلاق البرلمان، كيف أسميه هذا البرلمان؟ يعني إنما تتأخذ وقت عندما يمارس الشعب الديمقراطية، يعني الشعب المصري سيكون كالطفل سيتعلم الديمقراطية وستأخذ وقت وسنخطئ وسنصيب، إنما ليس هناك أي خيار آخر غير مقبول، رأيناه منذ 60 عاما ورأينا كيف انتهينا. ظهر يعني لم يكن جديدا، لكن ظهر بشدة في الأونة الأخيرة مع انطلاقة 25 من يناير بعض التحذيرات خاصة بأمن البلاد، إشارات إلى ربما أن هناك دول أخرى، أصابع خارجية، أطراف لها مصالح فيما يحدث، تحاول اختطاف ما يحدث توجيهه في نواحي معينة. أنت نفسك لم تسلم من كثير من الاتهامات بالعمالة، سواء كنت داريا أو لم تكن داريا، يعني أنا متأكد أن حضرتك حاولت تنفي بعض الأمور، لكن أحيانا بعض النفي يزيد حتى في إشاعة ذلك. يعني هل تعتقد أن هناك خطة مبيتة، نية مبيتة وخطة واضحة من النظام لمحاولة يعني نزع الصدقية أو المصداقية عنك في أمام أعين المصريين؟ بالطبع، لأن يعني أنا أولا لا أقرأ 90% من هذا يا يسري ما يكتب، لأنه لا يستحق أن يكتب، لأنه عبارة عن تدني خلقي لا يمكن لها. يعني عندما وجدت مجلة، وأستطيع أن أذكر لها، مجلة المصور على سبيل المثال، فيها 3 أعداد، في صدر الغلاف أنا ألبس ملابس السيد موسى الصدر، مقالة أخرى تقول أني عميل أمريكي، مقالة أخرى تقول أنني مثال الخديوي توفيق. يعني هذا هو الإعلام، كما أطلقت عليه إعلام الفاشي، إعلام النازي. إنما أنا لي اتصالاتي بحكم عملي في الماضي، الجميع يتصل بي، اتصل بي امبارح جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان يطمئن على سلامتي ويسألني كيف
يمكن أن تسير الأمور. اتصل بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا وجاء إلي السفير الروسي برسالة مكتوبة يطلب مني التدخل للمساعدة في أن يكون هناك حل سلمي. تتصل بالسفيرة الأمريكية. واجتمعت بها مؤخرا؟ لا لم اجتمع بها مؤخرا. اتصلت بها. يتصل بي هي اتصلت أم أنت اتصلت؟ هي اتصلت. أنا لم أتصل. كانت عايزة إيه؟ هي تسأل عن وجهة نظري لكيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه. اتصل بي السفير التركي وأنا صديق للطيب أردوغان وسألني كيف يمكن أن تركيا تساعدنا وتساعدني في أي خروج من هذا المأزق. اتصل بي رئيس جمهورية المالديف وأنا لا أعرفه يقول لي أن أنا أضع جميع خدمات يعني إمكانياتنا تحت تصرفاتكم كمصري وكشعب مصري. هذا وضع يعني لا تصور تقديري له. أنا أتعامل أنا طول عمري أتعامل مع الجميع ويعني هذه محاولات يائسة ومبتئسة من النظام إنه يحاول أن وإنما في نهاية الأمر يعني تصب في مصلحتي في النهاية عندما حاولوا أن يدخلوا إلى الفيسبوك بتاعت ابنتي ويقولوا أنها تزوجت مسيحي ويقولوا أنني علماني وفجأة مرة أخرى مع تحالف مع الإخوان المسلمين. يعني هما خوفهم أنهم يروا شخص له مصداقية في مصر ومصداقية في الخارج وهم كانوا دائما يقولون لا بديل للرئيس مبارك وعلى أحسن الأحوال ابن الرئيس مبارك. هذا الوضع انتهى إلى غير رجعة. سأعود إلى السفيرة الأمريكية والموقف الأمريكي بشكل عام، لكن من الواضح أيضا أن الموقف التركي على سبيل المثال، ذكرت الآن أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اتصل بحضرتك، الموقف التركي تحديدا كان قويا. كان قوي. دعوة مباشرة للرئيس مبارك. كان قويا جدا، وأنا يعني اتصل بي عشان أكون صادق السفير التركي أمس وذكر لي أنهم يدعوا كل ما يستطيع أن يقدموه للشعب المصري لينتقل إلى الديمقراطية، وموقفه كان قويا. وأنا الرئيس أردوغان الآن من أعظم رؤساء حكومات الدول الإسلامية، له يعني له نفوذ في العالم لأن تركيا أصبحت قوة اقتصادية قوة سياسية تتدخل في كافة المشاكل السياسية. كان موقف قويا وكان ذكرها صراحة وهو رجل صريح وأنا أعرفه وأقدره حق التقدير أنه يجب على الرئيس مبارك أن يرحل. الجميع ذكر هذا بلغات مختلفة بأساليب مختلفة. لكن هو استخدم لغة مباشرة. الآخرون استخدموا في كثير من الأحيان لغة غير مباشرة. أن يستمع إلى الشعب والجميع يعلم ماذا يقول الشعب على أي حال. بالضبط. طيب الموقف الأمريكي. برضو عايز أقف شوية قدام آخر التطورات. الاتصال الذي وقع بينك وبين السفيرة الأمريكية ويعني لم يقف عند حد الاطمئنان على سلامتكم، أليس كذلك؟ لا بالطبع. هي والجميع يسألني يعني كما جاء لزارة السفير الروسي السفير التركي السفير الأسباني جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني وصديق لي أعتقد أن سيأتي مصر اليوم وسيتقابل مع الرئيس مبارك لرؤية كيف يمكن الخروج من هذا المأزق ويطلب رأيي كيف يمكن أن يتم هذا. الجميع يطلب رؤيتي وأنا أقدم رؤيتي كما أقدمها لك يا يسري. أقدم رؤيتي ليس أطلب منهم التدخل وإنما أقول لهم أن الوضع في مصر في حالة أزمة. الخروج من هذه الأزمة في رأيي مجلس دستوري، حكومة انتقالية، انتخابات حرة ونزيهة. هذا هو موقفي في الداخل في الخارج في 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 في, في على على الهاتف في على شاشات التلفزيون. ستسمعني بعد الظهر في محطات التلفزيونات العالمية في مقابلاتي الخاصة. هذا ليس نحن جزء من العالم، هذا كذلك جزء من الذي الشعب المصري يجب أن يفهمه. نحن لسنا جزيرة منعزلة. ما نطالب به هي قيم إنسانية عالمية، حقي في الحياة، حقي في الحرية، حقي في التعبير، حقي في حرية العقيدة. كل إنسان في العالم يجب أن يتعاطف معي. أنا أتعاطف مع من يموت في دارفور، أتعاطف مع من يموت في تشيلي، أتعاطف مع لأننا أسرة إنسانية واحدة. لابد أن نرى ما يجمعنا وهو أكثر بكثير جدا مما يفارقنا. ننسى الحدود وننسى نحن ما زلنا نتكلم في قرون وسطى على العمالة والخيانة والاستهداف كل هذا. لكن أنت دكتور برضو يعني تأمل على الأقل من أن يؤدي هذا الزخم الاهتمام العالمي بمصر، ويعني لهم أسبابهم في الاهتمام بمصر، يعني ليست مسألة تدخل في شؤونها. لكن في نفس الوقت يعني
تحدثنا عن تأرجح الموقف الأمريكي، ثم فجأة يخرج المبعوث، لأنه نحن تحدثنا عن مبعوثين أو ممثلين لبلادهم لمحاولة تلمس يعني الأفكار والمقترحات، أن يخرج المبعوث الأمريكي بعد أيام قضاها هنا من الحديث مع رموز النظام في مصر ويقول بقاء الرئيس مبارك بشكل واضح ماست، يعني استخدام كلمة ماست يعني يجب ينبغي. أنا أعتقد يعني هو فرانك ويزنر أنا أعرفه لأنه معي في مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية في القاهرة، وهو صديق للرئيس مبارك، وقد أطلقهم أعتقد قد يكون أطلقهم الانفجار الذي تم في بالنسبة لمحطة الغاز أو في بين العريش وإسرائيل، أطلقهم ما سمعوه عن محاولة لاغتيال السيد عمر سليمان، إنما ما ذكروا هذا بعدها بنصف ساعة قال المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لا يعبر عن وجهة النظر الأمريكية، وأنه أعتقد أنه تم تنحيته من منصبه. على أي الأحوال دائما وللحق والأمانة دائما السفير الأمريكاني وغيرهم من الجميع يقولون أن التغيير سيأتي من مصر على أيدي مصر ولصالح مصر، ونحن لا ننتظر أن نسمع منهم هذا. يعني أنا قلت دائما عندما من يقول أن يجب يحصل من يأتي يحصل على موقع أمريكية موقع صهيونية، أن هذه أكبر إهانة للشعب المصري، وإنما كما ذكرت لها جانب من الحقيقة يا يسري، وإنما جانب من الحقيقة لأننا فقدنا استقلالنا، فقدنا قدر عندما نستمر نعيش على معونة اقتصادية وعسكرية أمريكية، لا سنكون مستقلين عندما نكون قادرين على أن نوفر الموارد اللازمة لنا ولا نعتمد على أي دولة، سنكون مستقلين عندما نبدأ مرة أخرى التكامل مع العالم العربي، وأن يكون هناك فضاء كامل كبير يكون لنا فيه نتكلم من منطلق قوة، كما تتكلم اليوم تركيا، كما تتكلم اليوم إيران. نحن موقفنا أو موقعنا في المنطقة تضاءل، أصبح يعني مهمش لصالح دول أخرى، بينما كانت مصر والدول العربية معها في مقدمة منطقة الشرق الأوسط. نود أن أعود مرة أخرى نكون قاطرة تدفع العالم العربي كله نحو التقدم، نحو الاعتدال، نحو الحداثة، نحو أن نشارك مرة أخرى في ركب الحضارة الإنسانية. سؤال أخير دكتور بردعي، يعني هي لحظة تدعو إلى التأمل، فيها قليل من الفلسفة على الأقل، أن يعني الرجل الذي قلدك يوما ما أعلى وسام في مصر الآن تدعو برحيله لأنه عقب في طريق الديمقراطية. أنا لا أتكلم وعمرك لم تسمعني يا يسري أتكلم على أشخاص، أنا أتكلم عن سياسات. أنا بالنسبة للرئيس مبارك إنسان أتولى له طوال العمر، أتولى أن يعيش حياة مستقرة أمنة في داخل وطنه، وإنما أختلف معه 100% في السياسات. أنا كنت أتقابل معه كل عندما أتي إلى مصر، وكانت حديث ودي، وأشرحت له كثير مما أو وجهة نظري في كثير مما تكلمنا فيه اليوم. أنا لا أتكلم عن أشخاص، أتكلم على سياسات. نحن يجب أن نفهم أن مستقبل بلد ومصير بلد وسياسات بلد شيء، وعلاقات شخصية وحكمة. يعني نحن لا نتكلم كما سمعت عن أب أو قائد، نحن نتكلم عن سياسي يدير البلد، إذا نجح نجدد له البيعة، إذا لم ينجح نطلب منه بأدب أن يخلي المسؤولية لفريق آخر من المصريين. دكتور محمد البلدعي شكرا لك، شكرا جزيلا. أشكرا جدا يا يسري على تفضلك باستضافتي اليوم.